يا مرحبا بكم في كوجينة يسرا. وصفتنا لليوم دي بتي بان بريوشي او بيبيتو شوكولا، حاجة فريمون روعة. طب بما انه صغار في الدار وتحبوا تعملوا لهم هكا حاجات وتنوعوا عليكم بالوصفة هذية، صدقوني يعشقوها وما عاش تشريه من برا بالكل. لازمك تتبع الفيديو من الاول للاخر، الكل على خاطر نصائح فريمون تساعدك انه الوصفة متاعك تنجح، ما تفلت حتى شيء. قبل ساعة ما نبدأ على بركة الله الوصفة ونعطيكم المكونات، نحب نقول لكم راهو نسبة المشاهدة متاع غير المشتركين في القناة أكبر من نسبة المشاركين. بجاه ربي كان معناتها عجبتك الفيديو والقناة معناتها عجبتك، اشترك فيها وفعل الجرس باش يوصلوك معناتها الفيديوهات متاعي كلها، وعلى الأقل معناتها نحس اللي ثم تجاوب مع الفيديوهات متاعي، مش معناتها تتفرج وتمشي من غادي لغادي. ميسالش ولي من عيد كوجين يسرى، والله ما عندك ما تخسر. به نبدأ توا في وسط المكونات. أول حاجة حطيت 125 مليلتر ماء دافي، موش نقول لك راهو نص كاس على خاطر أكثر، ما هو معناتها أقل من نص كاس، معناتها ما تغلطش. ميسالش المرة هذه كير على خاطرها موازين مضبوطة. ومحطيته كان باش تحط الماء سخون الحليب يكون درجة حرارة الغرفة، وكان باش تحط الماء والحليب ماء دافي والحليب زادا يولي دافي. هاوكا كان واحد سخون راهو الاخر درجة حرارة الغرفة، وكان الزوز تحطهم دافين ميسالش. معطيت معاهم ساشي متاع خميرة جاتو خميرة خبز سامحوني فيها 10 غرامات، وحطيت معاها مغرفة متاع سكر باش نخليها تتفاعل. خليتهم هذوكم مدة 5 دقائق يتفاعلوا، باش شفت لي الخميرة متاعي حية. ومن بعد حطيت بيضة لازمها تكون بدرجة حرارة الغرفة باش تتخلط، ما نخلطها قبل ما نزيدها. توا باش نحط 4 ولا 5 مغارف كبار متاع فارينة. هو راهو الفارينة اللي حطيتها انا كلها راهي 500 غرام، مي انا باش نقصت بالمغرفة على خاطر ثم حاجات باش نزيدهم اونتر المغارف متاع الفارينة. تو بعد ما حطيتك ال5 مغارف متاعي هذوكم، زدت مغرفة خل كبيرة. الخل هذا يساعد العجينة انها تكون معناتها طرية وتجيك خفيفة، نوع متاع محسن للخبز. وباش نحط معاها مغرفة كبيرة ماهيش معبية متاع ملح، هيك ناقصة، ما تكثرش برشا الملح ليجيك مالح او كعينك ميزانك. ومن بعدها باش نقعد نزيد في المغارف متاع الفارينة حتى لي نخلط 10 مغارف، ومن بعد باش نكمل نزيد بقية المكونات. توا بعد ما كملت حطيت 10 مغارف متاعي، عندي 50 غرام زبدة لازمها تكون بدرجة حرارة الغرفة. ال50 غرام هذوك باش نقسمها من الأول على 25 غرام باش نحطها في المرحلة الأولى، ومن بعد راهو ما تزيد الزبدة إلا ما تبدأ راهي بدرجة حرارة الغرفة، مش تكون خرجتها قبل بساعة ولا ساعتين، سيختو توا الدنيا باردة، هذيك راهي تقتلك الخميرة والخدمة اللي عملتها أنت كلها راهي تطيح في الماء. بالرسمي لازمك وقت اللي تشد الزبدة متاعك تبدأ أون بوماد وتحسها كلي معناتها بدات تسيب، فكل الزيت متاعها هذيك تعرفها اللي هي أنا جبدتها من البارح معناتها الصباح باش خدمت بها اليوم الصباح. توا زدت 25 غرام متاع الزبدة هذيكا، وباش نزبد باش نزيد مغرفة الفارينة باش نحس اللي الزبدة هذيكا تدخل في وسط العجينة. الزبدة كي تبدا معناتها النوع متاع الزبدة كي كاسح شوية هكيكة تبدا صعيبة ياسر تدخيلها في وسط العجينة. انواع لي بان بريوشي هذوما واللي فيهم معناتها الزبدة تتزاد في الاخر سون ترو ديليكا، معناتها على الاقل هكا شعرة تنجم معناتها البات متاعك ما تتنفخلكش، واذا البات متاعك ما خبرتش خمرت سامحوني وما تنفختش، ما غير ما تستعمل وما غير ما تضيع وقتك باش تعمل تصنع بها حاجة على خاطر باش تجيك اول حاجة ملبدة
مرصرصة وجي فيها ريحة الزبدة وريحة الخميرة سامحوني خايبة على الاخر. إذا معناتها ما خمرت لكش ما غير ما تستعملها، ولازمك تبدأ البلاصة اللي باش تحطها فيها تكون دافية. توا بما أنه الدنيا باردة تسخن شوية الفور متاعك، ماهوش يحرق بيان سيغ، تسخنه شويه كي حكيت 5 دقائق على نار متوسطه وتسكر عليه. كي تحلو دخل يدك تحس اللي فما شويه معناتها كلي سخانه، وقتها تحط العجينه نتاعك هذه باش تخمر لمده ساعه ونص ساعتين باهي برشا باش تلقاها فوجت بالكدا بالكدا. خلي لها الوقت نتاعها باش تخمر، ميموش برشا حتى لين تطلق الريحه نتاع الخميره تولي ماهيش باهيه. توا بعد ما كملت الزبده نتاعي باش نكمل نحط 3 مغارف في الاخر اكهو باش تتلم مليح. هي راهي ما تجيش عجينه شاده روحها، كان تجي عجينه شاده روحها برشا راهو من بعد يجيك برشا بيبه في وسط الخبز ويجيك مرصرص ماهوش باهي. باش تبدا تريه انت تهزها وهي تي حكايه شويه وتقعد لك معناتها تريه بالكدا بالكدا. طبع النصايح هذوما صدقني تتحصل على ابن بان بريوشي وبنين بنين على الاخر ما عاش تبدلو. توا بعد ما هكيك حكيت 10 دقائق وهي قاعده تتعجن، راهو 10 دقائق من اللي بدينا حتى للي كملنا الفرينه والزبده. باش نحيها ندهن يدي بالزيت على خاطر هزينها يبدا صعيب شويه، وندهن زاده البول اللي باش نحط فيه زاده البات بالزيت باش كي تتنفخم بعد تخمر ما تلصقش في وش تلصقش في وسط الجناب وتولي معناتها تنحي فيها بالسيف. نعاود لكم الوصفة: 125 ملليلتر ماء دافي، 190 ملليلتر حليب، بيضة بدرجة حرارة الغرفة، واحدة خميرة خبز وزن 10 غرامات، ملعقة سكر معبية، ملعقة ملح ماهيش معبية باش ماشيش مالح، ملعقة خل، 50 غرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة، و 500 غرام فرينة أنتو معناتها هذا الكل. وباش نستحق بعد 200 غرام بيبيتو شوكولا. البيبيتو شوكولا لازم هو اللي يكون بارد، علاش؟ باش بعد وقت اللي تستعمله ما يذوبلكش وقت اللي يبدا يطيب في وسط الفور. غلف العجينه نتاعك مليح باش تخمر لك بالكدا بالكدا، وكيما قلت لكم حطوها في فور يبدا سخون شويه باش تتنفخ معناتها وتجيك معناتها كيما هكايا بالضبط. هذه عندها ساعتين وهي قاعده تخمر. توا باش نحط الفرينه في البلون دو ترافاي نتاعي على خاطر ما تنساش اللي العجينه راهي اتلصق. شفتوها العجينه كيفاش طريه وسوبل. طيب باش ناخذ 200 غرام نتاع البيبيتو شوكولا اللي قلت لكم عليهم، شفتوا كيفاش البروديه اللي فيها خارجه توا توا من الفريجو. باش نزيدها كل شيء وباش نبدا نحاول ندخلها في وسط العجينه نتاعي. راهو تنجم من بعد ما تكمل تعجن العجينه نتاعك من غير ما تقعد المرحله هذيا ترمي البيبيتو شوكولا نتاعك من الاول بالكل باش ما تقعدش معناتها هكايا تحاول تدخل فيها كيفينا وتخليها معناتها من بعد تخمر مع العجينه وتجيك هكيكه طريقه اسهل وباهي معناتها خير من اللي باش تبدا تتبع فيا انا معناتها هكا. يا تعمل هكا يا تعمل هكا، لان دي دو معناتها. مي المهم لازمك تدخل
البيبيت هذيك في وسط العجينه باش تجيك الكلها، معناتها مش يجيوك خبيزات فيهم وخبيزات ما فيهمش. اذا مثلا انت من الاول عجنت، معناتها حطيتها من الاول في الواح في العجينه، من بعد تنجم راهو توزن العجينه نتاعك من بعد ما خمرت، باش من بعد تقسم لي بتي بان هذوكم الكلهم يجيوك قد قد، مش كعبه صغيره وكعبه كبيره. حسيلو كيما هكا زادت، نجم زادت تقيسهم من بعد ما تكمل تدخل في وسطها اك الشوكولا. وريتو تعب شويه معناتها الفازه هذه معناتها نتاع التدخين من بعد، مي راهو الزوز يعطيو لو ميم ريزولتا، كيما هكا كيما هكا. به من الوقت اللي انت هبطت فيه العجينه وباش تبدا تحط فيه البيبيتو شوكولا، الفور يبدا يسخن من الفوق ومن اللوطه على 150 درجه. هذه بريمورديال واوبليغاتوار انه الفور نتاعك يبدا من الفوق ومن اللوطه، وكان فيه مروحه راهي حاجه باهيه على الاخر. علاش؟ على خاطر البان هذايا اذا باش تخليه معناتها من اللوطه بالكل، معناتها من اللوطه بركه، يتيب لك من اللوطه ويبس لك، ومن بعد كي تحط عليه من الفوق معناتها ياخذ لك برشا وقت ويجيك ديكالي في التطيب نتاعو. تنجم مثلا كان ما عندكش الفوق واللوطه، انت تولي عينك ميزانك اول تبدا تراقب فيه، اول ما تراه حمار شويه من اللوطه تشعل عليه معناتها من الفوق، باش ما تخليهوش هكا طايب هكا معناتها اكثر من هكا. طيب باش نقصوا الديبار ايغال، نحاول معناتها لو ماكسيموم، وباش نسكر الكعبات حاول انه البيبيت يبداو معناتها الداخل اكثر منهم البرة، باش من بعد وقت اللي تيب ما يذوبولكش ولا حاجه، قد لي بول نتاعك بالكدي سكرهم بالكدي باش تجيك الكعبه مرتوبه ومزيانه. اونتر طون الطبق نتاعك يبدا محطوط على جنب وحتى في البابي دو كويسون، باش تخلي الكعبات نتاعك يخمروا مره اخرى لمده نص ساعه. توا هاكم رصفتهم في الطبق، تحاول تبعدهم لماكسيموم على بعضهم على خاطرهم ديجا كي باش يخمروا راهم باش يوليو ايل دوبل دو فوليوم، وكون بلوس كي وقت اللي باش يتيبوا. من بعد ما يكملوا الخمران نتاعهم هذه ساعة واحد مول نحط ولا صحفة ولا اللي عندك يدخل الفور، تحط فيه شوية ماء وتحطه في وسط الفور نتاعك، هذاك اللي باش يخرج الفابور باش يخلي لك لي بيتي بان نتاعك يوميد، وحتى كي يتيبوا معناتها يقعدوا موالو وتحافن على الاخر. توا هذايا ميلونج نتاع اصفر نتاع عظمه حليب وساشي نتاع نسكافيه، باش ندهنهم رد بالك معناتها كي تبدا تدهن ما ترصش باش ما تخرجش منهم الهواء. هذوما كيفاش طابوا؟ اول معناتها ما خرجتهم الفور، على فكره يتيبوا في وسط الفور مده ربع ساعه الاربع دراج، معناتها من 15 دقيقه ل 20 دقيقه الفور شاعل من الفوق ومن اللوطه، باش يطيبولك ويجيولك خفاف. شوفوا كيفاش بسم الله ما شاء الله، معناتها ايسون موالو بالحق، تريين على الاخر. خلي ما تاكلوهمش طول وهما سخان، خليهم يبردوا شويه شويه حتى ولو ان بو، مش هكاكه بالسخانه هذيك خاطر تنجم تتحرق بالبيبيتو شوكولا، اي اون بلوس الجو نتاعهم ما يظهرش راهو دوب ما هما سخان. كيفاش باش تستحفظ على الموالو نتاعهم؟ شفتوا كيفاش معناتها فارغه، ما فماش اكل عجينه واكل بابه اكل اللي تقلق ولا حتى شيء. تاخو منديله تبدا اوميت شويه مش مبلوله برشا، وتغطي بها الكعبات نتاعك وهما سخان هكيما هكايا، وتخليهم يبردوا ولا يبداو هكا ان بو تياد باش تنجموا تاكلوهم. صدقوني والله والله وصفه من ابن ابن معناتها ما تاكلو. هاهو هذوما بعد ما وليو باردين شويه، شفتوا المي نتاعهم كيفاش؟ ان شاء الله يا ربي الوصفه تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات، ونتمنى انكم تجربوها باش تعرفوا بالحق البنه نتاعها. وكانكم المره الثانيه اول مره تدخلوا القناه ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس، ويفرحني برشا انضمامكم لعيله كوجين تيسرى، وعلاش لا ما تبارتاجيوش القناه ما بين احبابكم واصحابكم باش تعمل فايده. توا كان معلي كان نقول لكم الى اللقاء ان شاء الله في وصفات قادمه مع كوجين تيسرى، ونخليكم مع التصاور وبسلامه.